كما أكد مدبولي أن الدولة ستعمل على متابعة موقف تنفيذ قراراتها على الأرض بصورة أسبوعية. وأعلن مدبولي عن إصدار قرار بتشكيل لجنة فنية لاستقبال بيانات الإنتاج الخاصة بالسلع لمتابعة موقف توافرها ولضمان عدم حدوث أزمات في مجموعة السلع الاستراتيجية المحددة. هنكون بنتابع بصورة أسبوعية موقف التنفيذ على الأرض. الشيء الآخر وده شيء مهم جدا، ان صدر قرار تاني من السيد رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة فنية او لجنة فنية هتبقى برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء وبعضوية كل ممثلي الوزراء المعنية. اللجنة دي هتعمل ايه؟ اللجنة دي هتبقى دورها انها بتاخد كل البيانات من المصانع على كميات الانتاج اللي بتطلع في كل سلعة من السلع دي، وبنتابع معهم بصورة أسبوعية المصانع، حجم المدخلات، مستلزمات الإنتاج اللي موجودة، هل الكلام ده كافي لإنتاج الكميات المطلوبة، هل في نقص وبالتالي ممكن يأثر في التسعير بتاع هذه السلع، بهدف إنه كل أسبوع في مجلس الوزراء هيتعرض تقرير عن الموقف الأسبوعي لهذه السلع وإيه الآليات اللي احنا ممكن ناخدها كاستباقية علشان نضمن إن ما يحصلش أي أزمة في هذه المجموعة.